الإخوان مضطرة لغدوية بعد سرقة USB، معلومات خطيرة. ابن المرحوم نجيم عبدوني اللي كان في الهيئة الوطنية لحماية النائب المال العام، وكان عنده ملفات حساسة جد حساسة، وهاد السيد اللي غنعطي له هذا الفيديو في حالة ما طبخوا لي شي ملف، حيت كيشتغلوا باش يديروا لأي شيء. السبب الرئيسي هو هاد الملف اللي كان غيتوجه لجهات عليا وناس ذو ضمير. الوالد المسمى نجيم عبدوني تم اغتيال اياله من طرف لوبي الفساد، وعندي دلائل ملموسه وصلوا هاد الناس كانوا كيتبعوني. يعني ما بغيتش نعطي توضيحات، هادشي كافي باش الا مشى وقعت شي حاجه غيكون كلشي واضح. السلام عليكم، وانا الى اخر رمق الصمود ثم الصمود، خزي والعار على اللي كيخرجوا على هاد الوطن واللي كيتباعوا بالوطنيه. وانا يعني الاخوان راه في واحد الحاله كنتملك نفسي لواحد الحاله يعني خطيره بزاف، وهاد الفيديو يعني عارف العواقب ديالو على حساب الام ديالي والاخت ديالي. كنتمنى رساله ايضا ليهم يكونوا يعني في واحد الموقف يعني ديال الحقيقه اللي غتبان ان شاء الله وبينه ان شاء الله. كاين ناس غيتبعوا الاجراءات القانونيه والمساطر القانونيه في حق هؤلاء، وعندي اثباتات في هؤلاء ومن المتورطين مع هؤلاء. وشكرا للاخوان، ما قدرش نطول لاسباب خاصه. غتوجه اليوم الوكيل الملك، السيد الوكيل الملك والنيابه العام والسيد الوكيل العام، شكايه الضرب والجرح والسرقه من السيد اللي جا اليوم الثلاثاء او الاربعاء، الخميس، اليوم الخميس. شحال قشا؟ نشوف شحال الشر باش نعطي هذا الشيء موثق. اليوم 25، اليوم 25 مارس، الساعه تشير الان الى 12 زوالا، ومع الجوج غنتوجه المركز الشرطة. يعني هذا الشيء وصلت لواحد الحالة، يعني عارف شنو كان قصد كل ملموس بعد، يعني راه ضرب وراه خليه على الله وصافي. انا عارف شكون كان واجه جيدا، وانا كنت يعني بعد عدة انا يعني عدة اشياء كنت كنديرهم باش غنشوف الحقيقة، غتوصل الحقيقة ونقدر ندلي هذا الشيء اعلى سلطة في البلاد، وغيكون تقرير رسمي غيتوصل به اعلى سلطة في البلاد، واللي تحمل المسؤولية كل مسؤول فاسد. حنايا الناس اللي كيتباعوا بالوطنية وبغوا الفتنة هذه المنطقة وبغوا المغرب عامة، راه هما السبب الرئيسي في الفتنة، هما تأولوا إلى الأوضاع بسبب يعني كل شيء. كنلقاو تعليمات كتجي معايا البلاد بأن بعض التعليمات هو اللي كنلقاو المسيرين على الشأن المحلي هما أصلا كيستغلوا هذه السلطة أسباب ديالهم الخاصة، وكيجعلوا المواطن كيعاني الويلات. وأنا ما يقارب 3 سنوات وأنا في البحث يعني في صمت، والبركان سيثور، وانا عندي دلائل وصلوا لهاد الناس، داروا لي ترانسبورت في السياره، يعني كانوا كيتبعوني حشوالي بواحد من المنطق، ولكن عندي دلائل غتثبت في هاد الشيء اثبات قاطع. وشكرا الاخوان، وثقه تامه لهاد الفيديو ما يتسربش خلال من الصفحه ديالي غير الا تم الاعتقال ديالي. الا ما تمش الاعتقال ديالي وتم شي صفحه اخرى، يعني اللي تحمل المسؤوليه كل مسؤول، باش غندلي بالمواضيع حيت انا عارف حيت المهدده يعني تقدر تكون مهدده بالقتل، لا مني انا لا من العائله ديالي. وهذه كانت مسؤوليه الاخ اللي معايا، انا كنثق فيه ثقه عمياء، وكنتمنى ان شاء الله غيكون خير. اخوان الصمود ثم الصمود، لا للحقره لا للقمع بشتى الطرق، لا للوبي الفساد اللي وصل لواحد المستوى. غتعرفوا عبدوني محمد امين ابن المرحوم عبدوني ناجي. السلام عليكم.